السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيدلية عمرو إن شاء الله. أهلا وسهلا. يا ترى الحاجة جنات موجودة؟ اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. الشفا إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله بإذن الله. بس حضرتك بس ممكن تنتظر لحد ما أخليلك الطريق؟ طب ممكن بس سيادتك أشوف الروشتة الأول، لأن الحقنة دي نازلة جدول وأنا محتاجة أتأكد إن هي مكتوبة للمريض. طبعا حق. اتفضل يا أستاذ. شكرا. تمام، احنا كده زي الفل. اتفضل يا فندم. بس كنت عايزة أطلب من حضرتك طلب كده صغير قبل ما ندخل. مر يا فندم. أبلة جنات بتخاف من الحقنة دي بطريقة مش طبيعية، وبصراحة كده أنا اللي كلمتك في التليفون، أصل أنت مش عارف الحقنة دي بتتعبها إزاي، وعشان كده بطلب من حضرتك إنك تستحملها شوية. يا فندم أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي كتير، بس لو حضرتك عملت سيرش بسيط كده هتلاقي إن رضا العبد الفقير لله أحسن واحد بيدي حقن في مصر. أنا بعون الله وصلت لمرحلة إن بعد ما بدي المريض الحقنة بيحلف إنه ما خدش أي حقن. بسم الله ما شاء الله. وعشان كده بقى أنا طلبت حضرتك بالاسم، سمعت إنك إيدك خفيفة قوي. ولو إن إيدك خفيفة دي بتتقال في ظروف مش لذيذة يعني، بس هنعمل إيه؟ أمر لله يا فندم. يا عيشة! عيشة! أيوة يا حاجة جنات، جاية لحضرتك حالا. طب أنا هستأذنك بقى، هدخل أتكلم معها شوية وأقنعها قبل ما أنت تحضر حاجة. حاضر يا فندم. اتفضل ارتاح. شكرا. شكرا يا فندم. يا حاجة انت بقالك 3 ايام ما خدتهاش والدكتور قال لازم تاخديها ضروري. يا بنتي فهميني، حرام عليكي، انا ما بستحملهاش، ما بطيقهاش، عارفه انا عندي اموت ولا ان اخدها. استغفر الله العظيم يا رب. يا حاجه جربي، ده بيقولوا التمرجل اللي بره ده ايده خفيفه وهيخليكي ما تحسيش باي حاجه. توكلي على الله، توكلي على الله عشان خاطري، وان شاء الله المره دي تبقى خفيفه. اتفضلي يا استاذ رضا. ما تقلقيش يا حاجه عيشه، ان شاء الله مقضيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ رضا. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا حاجه مالك بس، في ايه؟ معقوله دي حته حقنه بسيطه اللي راحت ولا جت؟ يا ابني والله بتتعبني. العيب مش في الحقنه يا حاجه، العيب في الايد اللي بتدي الحقنه. والعلم حضرتك بقى أنا اديت الحقنة دي فوق 100 مرة ومفيش حد اشتكى منها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 لا، أنا قلت مش هاخد الحقنة دي، مش هاخد الحقنة دي. وبعد إذنك اتفضل مريانة. يا حاجة ما يصحش كده، استهدي بالله. أنا قلت مش هاخد الحقنة دي، مش هاخد الحقنة دي. يا حاجة الدكتور قال لو ما خدتيش الحقنة دي لا قدر الله ممكن تروحي مننا. كلام الأخت عيشة مظبوط، لو ما خديش الحقنة دي حالتك ممكن تتدهور، ولا قدر الله يعني العمار بيد الله. لا بقى، لا أنا كده مضطر أديها لك غصب عنك. امسكيها لي يا أخت عايشة. حاضر. بسم الله. يلا هاتي إيدك بس. هاتي إيدك بس. أيوة يا جدعان، أنت ثبتي إيدك عشان أديك الحقنة. أنت بتعملي إيه؟ مش هتحسي بحاجة. صدقيني. هتعمل إيه؟ صدقيني يا جدعان، أنت هتعمل إيه؟ ثبتي إيدك. ثبتي إيدك. يا ست ثبتي. يا عبد الرحمن. عبد الرحمن مين؟ والله كابتن انا عندك يا جدعان. ثانيه واحده يا حاج عبد الرحمن، والله العظيم ثلاثه انا كنت بديها الحقنه، اديني فرصه اشرح لك. حقنه ايه وجبت ايه؟ انا هقتلك. لا 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 لا، استهدى بالله كده، ان بعض الظن اسم، ما تلحقيني يا اخت عيشه. اتشهد على روحك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ارفع ايدك فوق. يا الله يا باشا، انا ماليش دعوه والله العظيم يا باشا. ارهابي ايه زياده؟ انا رضا تبرك، انا شغال في صيدليه الدكتور عمرو، وكنت جاي عشان ادي حقنه والله العظيم. ده انا حتى تبعكم يا باشا، ده انا لسه من يومين كنت بدي حقنه لماهر بيه ابن خالد وزير الداخليه. كلموا سيادتك واسالوا والله. طب اهو كويس ان انا قابلته، لان انا خبطت عليه بالغلط يا باشا. بذمتك يا باشمهندس، انا لما خبطت عليه كنت عايز ايه؟ كنت عايز تتحرش بيا يا اخويا وتخش بالعافيه. اتحرش بيك؟ خلينا في الارهاب يا باشا، اتفضل.
اتفضل. السلام عليكم. سلام. صباح الفل. هي صديقة عمرو فين؟ اللي هناك دي بعد الكردون. هو في ايه؟ ايه الدهشة والقلق دي؟ الحكومة مسك جماعة إرهابيين كانوا ساكنين في الشقة اللي فوق. ده الحمد لله عم نصحي. الحمد لله، الحمد لله قوي كمان. دول كانوا هيفجروا الشارع كله. أهم نازلينه هناك. بص بص. جميع قوات اخلع. بس هما ماسكين الواد رضا التمرجي ليه؟ ما طلع معاهم عم نصحي. معاهم عليا النعمه. انا طاقيتي دي كانت شاكه فيه. التمرجي الحقنه. ثانيه واحده لو سمحت، هو انت بتقول مسكوا مين معاهم؟ الدكتور رضا التمرجي اللي هو شغال في صيدليه الدكتور عمرو اللي مش تمرجي. وانت تعرفه ولا ايه؟ انا لا خالص، ولا حتى عمري سمعت الاسم ده قبل كده. الله يخرب بيتك، كان اسمه بالاذن. استنى يا فندي، هلبة دي مش بتاعتك؟ دي البسبوسه. بسبوسه؟ ولما هي بسبوسه سايبها وخالع ليه؟ افتح العلبه دي. لا صلى على النبي، عم يصحي يفتح ايه بس؟ ما ممكن ده تفرع في وشنا ولا حاجه. العمر مش بزعقه اعمل حاجه. تفرع انت كمان. بقول لك دي بسبوسه مجاز قنبله. احنا شعرفنا، ما انتوا مليتوا البلد يا ولاد الكلب. طب خلاص هاخدها وامشي. تمشي تروح فين؟ هو دخول حمام ده خروجه؟ احنا نطلع كلنا على القسم، وهناك يجيبوا لنا خبير مفرقعات يكشف على القنبله دي. خبير مفرقعات للبسبوسه؟ ابوس ايدك، انا عمري ما دخلت قسم قبل كده. انا راجل كيوت. كيوت فانيلا؟ انا ما اعرفهاش. قدام على القسم. الله يخرب بيتك، كان اسمه على ابو اللي عايز يتجوزني. يا باشا انا راجل تمرجي، والكارنيه بتاعي في ايد حضرتك اهو. ارهابي ايه بس يا باشا؟ وبعدين الشنطه بتاعتي قدام سيادتك اهي، ما فيهاش غير شاش وقطن وحقن. وبعدين هو انا غريب؟ ده انا داخل خارج على سيادتك. غريب؟ ده انت صاحب اسم يا رضا. كنت عند عبد الرحمن بتهبب ايه؟ والله العظيم انا لا اعرف عبد الرحمن ولا غيره. امال امن الدوله سابوني ليه وبعتوني لسيادتك؟ الحكايه كلها يا فندم ان انا كنت رايح ادي حقنه لواحده اسمها مدام جنات. دي الداخليه جت لي نجده من السما. ده الراجل كان عمال يلف ورايا وفي ايده مسدس. ادخل. اهل الارهاب يا باشا.